بكم في النشرة الرياضية. قطع فريق الأهلي نصف المشوار لمعانقة درع دوري الدرجة الأولى لكرة اليد بعد فوزه في المباراة النهائية الأولى أمام بربار ب24 هدفا مقابل 23، وذلك في موقعات مثيرة على مدار 60 دقيقة بين اللاعبين في أرضية الملعب. ويدين الأهلي بهذا الفوز الحارس صلاح عبد الجليل الذي قدم مباراة كبيرة حيث وقف فيها سدا منيعا أمام هجمات بربار العديدة وفي أوقات مهمة وحاسمة. بعد يومين من النهائي الثاني.